السلام عليكم. الله يا في الحقيقة يا جماعة، أنا دخلت الجامعة دي 2013 ولقيت نفس الأشخاص ده القاعدين، زول ده بالذات، ونفس الكلام ده ونفس النصوص ونفس أرقام الصفحات اللي بيقولوها في الكتب دي سمعتها في نفس المكان ده. فدي حاجة غريبة يعني، الناس مفروض الجماعة دي يتطوروا شوية وينفتحوا على العالم ده يشوفوا الحاصل شنو. وبعدين القراية يعني القراية بقت أسهل، بعدين القصص بتاعت الحاد الشيوعيين والحنك بتاع الصوفية وكده، في حاجات ممكن بتمثل شرك أكتر من الحاجات دي جديدة، فالأحسن تقروا يعني بدل ما تجي تناقشوا حاجة عمرها 200 سنة مثلا. أول حاجة كانت طويلة، لو جينا مثلا الناس ما عندهم شغلة واحدة بس، يتكلم عن الصوفية اللي هي بالنصوص المحفوظة لنا كلنا دي، ويتكلم مثلا عن الماركسية، وده بيخليك تفكر في حاجة تانية. ممكن نقول الناس دي وجودهم مثلا في البلد دي بشكل عام كده مربوط بوجود الصوفية، عشان الصوفية ده المسيطرين مثلا على البلد دي وعندهم مساهماتهم المعروفة يا جماعة من المعروف الصوفية دي، والله أنا من هنا والله برسل لهم التحية والله بكل طوائفهم والله، لسبب واحد بس، لسبب واحد بس. الناس دي لو مشيت الغاليم مثلا ما بتلقى الغاليم شنو، مش هسي الاطراف بتاعت الاحياء دي، اسال اي زول يقول لك الله يا جماعه انصار السنه المحمديه ديل كيف مثلا، قول لهم ديل سلف معلوم، قول للناس ديل كيف. اول حاجه على مستوى سلوكهم، على مستوى الحياه اللي بيقدموها ذاتها للمواطن السوداني ده، حينبزهم ليك طبعا، والحاجه دي عندها سبب يعني، نبزهم ده ما جاي عن فراغ مثلا، ما هو ممكن الناس ديل كلهم يشوفوكم انتوا ناس كعبين وكده، بعدين انتوا منصبين روحكم الجنه دي كانه حقتهم هم، ذاك كافر ما يخش الجنه، وذاك ملحد ما يخش الجنه، وذاك ده شنو ده؟ انت والله خطاكم اوصياء على الدين ده؟ بعدين الدين ده ما حقكم انت يا اخي، الدين ده حق المسلمين ديل كلهم يا اخي. اي زول خليه يتدين بالطريقه اللي هو شايفها صح، لانه ما بتقدر تتحقق انك انت على حقيقه ولا هو على حقيقه. في النهايه انتوا كلكم متساويين يا زول، بعد ما انتوا عندكم زول مشى هناك وجا راجع لقى نفسه لقى المنهج ده صحيح ولا شنو؟ لو في كلمونا يا جماعه، لو في زول يقول لنا يقول لنا والله فلان مشى هناك ولقى المنهج اللي احنا ماشيين عليه دي الحقيقه، عشان الناس الثانيين ديل يجوكم. لكن قصة يا اخي الوصايا دي خلوها يا اخي، الخطاب اللي بتعملوا فيه ده خليه، بعدين انتوا ما فاهمين ذاته، لا فاهمين اول حاجة الاشتراكية اللي بيتكلموا عنها دي ما فاهمين. ناس لو جينا الحديث بتاع الشاب قبل شوية دخل، الشاب ده والله ظريف جدا وقال كلام انا ريحني شديد، بالذات في الموضوع بتاع الاشتراكية، لانه انا مما قعدت هنا ما سمعت حاجة استفدتها منها غير الكلام اللي قاله ده، قال انه النبي محمد ده اشتراكي. الاشتراكية دي يا جماعة قيمة إنسانية، الاشتراكية دي قايمة على شنو؟ بعدين شوف أنتوا المفروض تراجعوا دي، أنتوا رابطين الاشتراكية دي بالماركسية، وده أكبر خطأ قاعدين تقعوا فيه، أنتوا ما تقروا التاريخ ده يعني، أنت مش قلت أنت اللي بتقروا وأنت لك 100 سنة في كلية الأداء ولا 5 سنة ما عارف، ما تقدر تشوف الاشتراكية دي بدأت 200، الاشتراكية دي بدأت في بريطانيا بدري شديد قبل ناس كارل ماركس زين، وكانت قيمة إنسانية، يعني قيمة إنسانية يعني شنو؟ أول حاجة الفكرة بتدعي للتعاون، الناس كلها تتعاون مع بعض في انها تجيب مجتمع صالح، ما هو الفرد ده جاء عشان يتعاون مع اخوه الفرد الثاني يعني. في العقد الاجتماعي في حاجه بالشكل ده يعني، الناس بتجتمع كلها مع بعض عشان تنجز مثلا مهمه معينه. بالتالي الاشتراكيه دي كقيمه مرتبطه، ما بتتعارض مع الدين ولا باي شكل من الاشكال، والا حتبقى زو سايد يعني، ولا بتعرف الدين شنو ذاته. الدين ده الهدف منه التعاون، البشر ده يتعاونوا مع بعض عشان ينتج مجتمع صالح يعني. الانسان ده معمر الارض كيف؟ مش انتوا قاعدين تقولوا انه الانسان ده هنا عشان يعمر الارض وكده، وده هدف الله ذاته من انه يجيب انسان هنا. تعمير الارض ده ما بكون عن طريق التعاون مع بعض. هسه لو في زول جيعان هناك ما قادر يلقى حق الاكل، ما قادر يلقى حق السكن، وانت ساكن لك في عماره 100 طابق. الدين لو قال لك اول فكره بتاعت الاشتراكيه لو قال لك يا اخي المفروض يكون تمتلك وسائل بتاعت انتاج وحدي، الحاجه دي سيئه مثلا بتتعارض مع الدين في شنو؟ بعدين الكلى دي مثلا قال الناس شركاء في ثلاثه، الماء والنار والكلى. انت يا زول الكلى دي ما بتعرفه ولا شنو؟ الكلى دي بمعنى الاكل يعني. الناس شركاء في ثلاثه، النار والماء والكلى. الحاجات دي انت كلكم شركاء فيها، انت الارض دي بتنتج مثلا
بتنتج مثلا ثمره للناس كلهم، الثمره دي ما حقتك براك لانه الرزاد ما حقتك براك، حق الناس دي كلهم، بالتالي زول ده شريك معك في الحاجه دي، ما بتتعارض مع الدين ده ولا في نقطه واحده. تعال قول لي نص واضح ببين انه الناس دي ما يتعاونوا مع بعض على المستوى الاقتصادي، اسيا الكلام ده بعد شيء ما تنطط لي وتدور وتلف. قول لي نص واحد من الدين ببين انه الناس دي ما شركاء في الخيرات بتاعت الارض دي. لو اثبتت انه الناس دي ما شركاء في الخيرات بتاعت الارض دي، ده معناه الاسلام ما بدعي الاشتراكيه، ولو ما اثبتت معناه الاسلام بدعي الاشتراكيه بالحديث اللي انا قلت لك ده. لو جينا للفلسفه، انت يا اخي انت زول داعيه، يا اخي انت زول بتنصب نفسك الليله داعيه وانك قادر تدعي ناس للاسلام بشكل من الاشكال وتكون الفلسفه ما فاهمها كويس؟ ده شنو ده اللي بتعمل فيه ده؟ الفلسفه دي ما بالشكليه السطحيه اللي انت قلتها دي. قال البيضه والجدادتين ده كلام فارغ يا جماعه. امشي يا اخي، انت قريت في كليه الاداب؟ والله عار على كليه الاداب ذاته. انت المفروض تمشي يا جماعه، زول بيطلع من كليه الاداب بيطلع زول فاهم وزول عارف وزول مثقف وزول اديب وكل الحاجات دي، لكن شكله اتحصر في النصوص بتاعت اللغه الانجليزيه دي ومنها تخارج، ما مشى فتح له ولا كتاب في الفلسفه. فالاحسن تمشي تراجع نفسك وتشوف الفلسفه دي معناها شنو يعني، وتجي تقول للطلبه دي. انت هسه ما تفتكر انك سايق الطلبه ديل وانت كده شفيت والناس قاعدين يستمعوا لك وقاعدين يستفيدوا منك؟ والله الناس دي انا متاكد كلهم والله ما عندهم موضوع، بس جايين يعني شفت يسمعوا ويضحكوا ويتخارجوا. يعني انا هسه جاي لشنو انت قايل؟ انا جاي لشنو انت قايل؟ والله بس كنت قاعد في غرفتي سمحت الميكروفون كده قلت اجي اسمع اضحك سايد وامشي، لكن لقيت الكلام اللي بتقوله فيه ده اضطراني اجي اداخل يعني. فالاحسن تراجعوا حياتكم دي يا جماعه. الناس كلهم فاهمين، ما تشوفهم قاعدين كده بعينه وقاعدين تسوقون بحياتكم دي ومعتبرينكم قاعدين تقولوا كلام حقيقي، معتبرين تقولوا كلام حقيقي، ما قاعدين تقولوا كلام حقيقي، قاعدين تقولوا كلام مكرر من 2013 من قبل. لو من قبله شغالين معناه كلامكم يكون اقل شيء له 8 سنه، فاقروا قراءه جديده عشان تجيبوا كلام جديد. عشان انا ما يعني مع قصتكم المفروض تنقضوا اي شيء الجماعات القاعده في زمانكم ده، لكن ما بالشكليه دي ولا بالشكليه بتاعت الثبات الدغمائي اللي انتم قاعدين فيه ده. انتم اتحركوا شويه يعني، افتحوا عقولكم دي شويه. الكلام اللي قالوه زول ده قبل المفروض تسجلوه، بعدين لو عندكم تقييم وكذا لعملكم ده تحطوه في الاعتبار يعني وتناقشوه. في حاجه ثانيه، في شاب قبل مين ما يجي اللي بيرفع في يده؟ تعرف عشان شنو قال؟ عشان زول ده فارغ، محمود داسي زول ده ما تدوا فرصه يعني، زول قاعد لكم مين ما الركن ده بدا قاعد عشان داير فرصه يعني. ما ممكن يا جماعه، انصفوا الناس وتعاملوا مع الناس تعامل كويس عشان الناس تمشي معاكم لقدام. شكرا لكم. انت اديناك فرصه تدخل الباقيين كمان. انت ما نكتب لكم المنبر ده باسمكم، كان نكتب المنبر ده باسم الحزب الشيوعي السوداني. ما شيوعي بالنسبه لك، بالنسبه لك. طيب انا جايك، نبدا من الكلام من الاخر ونمشي. قال جيبوا جديد، انا داير ارد بسرعه كده لانه ما في زمن. جيبوا جديد قال، انت ما جددت عشان انا اجدد لك، ما انت هو ذاته القديم ده. انا ما جاي اعالج مشاكل بتاع المجتمع، لما انا جاي المجتمع بتاعي ستيل واقف في محله، معناها انا بكون واقف في محلي. فهمت؟ المجتمع ده لو غير الحاجه اللي فيه انا بغير بشوف مشكله جديده. لكن انت لو جيت لقيت يومي في زول عنده فول وما عنده زيت، بتكب له الزيت بتاعه ده وبتفوت، تجي بكره ثاني يقول لك عندي فول وما عندي زيت، ثاني بتكب له زيته ده. جيت بعد 6 سنة لقيته ثاني راجيك للزيت بتاعه، مش بتكب له زيته وتفوت؟ ده ما برنامجك انت يا اخي. انا بمشي بلف وبجي راجع بلقاك ملحد، ثاني بلف وبجي بلقاك ملحد، بجي بلقى الصوفي بمغي كده بقول له وحات ابوي وتحسونا. طيب انا امشي لقدام كيف انا؟ اذا كان المشكله قائمه لسه، المشكله لسه قائمه، فانا حكون قاعد بعالج في نفس المشكله دي. نحن هسه عندنا الطب السوداني ده شغال في الملاريا الليله دي، لو مشيت المعمل بتاعه ذاته بلا سبب بيجيب لك ملاريا. يعني بس لو مليت لهم مويه من الماسوره وجبتها اديتها لهم طالب بيكتب لك ملاريا، متعود ذاته المعمل عليها. فهمت؟ بيعالجوا في الملاريا لانه الملاريا قاعده يا ود الناس، قاعده ما مرقت. فهمت؟ ما ممكن تقول للدكتور يا احمد شوف لنا مره ثانيه، ما ممكن كل مره ملاريا، ما دي اللي عندك انت، دي اللي عندك. انا اجيب لك جديد من وين؟ طيب قال الناس اللي قاعدين ديل كلهم ما عندهم موضوع، وطبعا دي اساءة مبطنه ولا اساءة ظاهره. يا اخي شوف الطلبه ديل جايين بيسمعوا لنا نحن، اذا ما عندهم موضوع نحن ذاته ما عندنا موضوع زيهم، جايين نتكلم لهم في عدم الموضوعيه. وعدم الموضوعيه بتاعتنا دي متوافقه مع عدم الموضوعيه بتاعتهم، ونحن جميعا نجلس في عدم موضوعيتنا كده. ريحك يا شيوعي، شوف لك برنامج ثاني.
قال الكلى ما معنى، قال معناه الاكل. والله يا اخرتها بعد ما طلعكم ما عندكم موضوع، طلعكم بتاكلوا برسيم. انتوا بتاكلوا برسيم وفوليه وعلفه وكده، تاكلوا علف انتوا يا ود الناس. الكلى ده انت قال احنا جايين من وين؟ وانتوا بس سودانيين. الكلى معناه شنو يا ناس؟ مش العشب ده زمان؟ انت ما قريت القصص القديمه ديك، حسن والطير بتاع الجبهه ديك، وحسن والطير وبتاع والكلى وخرجت واكلت الكلى، ما قرك لي قصه البجعه ولا ده المناهج الجديده دي يا اخي؟ ما في البجعه ولا في عهنا وفاره وشرف والاسد، ما قريت القصص ديك؟ الكلى ما ادوك ليه في المدرسه؟ يا اخونا بالله شوف النوعيه دي. زول ده ان انا امشي اقرا والكلى ما بعرفه شنو؟ اقرا شنو انا؟ يعني معقول هسه بسكويت بركه بكون كلى؟ يعني ممكن امشي لبتاع الدكان اقول له بالله اديني اثنين كلى بتجيبنا؟ الله يسألك، ما تخاف الله خلقك؟ درت خم انا خمه زي دي؟ يعني هسه بتاع الكافتيريا ده اقول له سندوتشين كلى معاين عصير كالونويا صح؟ ما تخافوا الله خلقكم؟ درت غشونا غشه زي انت شارب شنو؟ قول كه. طيب نمشي قدام. قال التعاون الاقتصادي هو الاشتراكية. لا 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 يا شاطر، الاقتصادية براء والدين الإسلامي براء. قال النبي محمد اشتراكي، كذاب. الإسلام جاء بالزكاة، الزكاة، والزكاة دي بس عشان أفهمك الموضوع تمام، بتؤخذ من من يا شباب؟ من شنو؟ الأغنياء، وبتعطى لمنو؟ للفقراء. إذا المجتمع فيه شنو؟ أغنياء وفي فقراء، إذا ما في اشتراكية يا عمي. في اغنياء وفي فقراء، معناها اشتراكيه ما في. لو في اشتراكيه معناها افترض يدكوها زي الكشتين، اقول لك دكوها، يدكوا القروش دي والناس تشيل، صح كده؟ ما دكوها. الاسلام فيه فيه زكاة، زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. ده الاسلام. لكن ما في حاجه اسمها انه انا اجيب اللي عندي كلها فضيه واقعد بعاين يوزعوها. انت عارف الاشتراكيه المال بيكون عمومي، انت ما تبقى صادق وتقول الكلام ده. المال بيبقى عند الدوله، عرفتها؟ عند الدولة. وانت كمواطن بتاخذ على حد سواء. الزول الحضر في امتى في الفلك وفي العلوم الجيولوجية، يعني درس دراسات عميقة ونفع الناس، زول اجتهد مرتبه زيه زي الزول الحارس له باب قاعد واحد. ده ظلم ولا ما ظلم؟ انت بتلعب علينا ولا شنو؟ انا الان زول اجتهدت وتعبت وبذلت وكسبت مال من اجتهاد ومن تعب، زول بساهر مبنو من الصباح بيقرا وبيتعب وبيجتهد، اجي في النهايه يكون انا اجري مع زول نايم من الصباح منبطح، منبطح من الصباح وراقد على قفاه، يجيبوا له الاكل يلبع وراقد في محله، يجيبوا له القهوه بقشه، يجيبوا له الشاي السجاير، يشرب مريسته، يعربد وطق الواطه ويسيب دين ولافي. ده يكون واحد مع زول مجتهد وبذل واشتغل وعمل وقرا وتعب واجتهد، يكون واحد؟ ظلم ولا ما ظلم؟ عشان كده الاسلام ما جاب المساواه، الاسلام جاب العدل، جاب العدل ما بالمساواه. يعطى كل ذي حق حقه. المجتهد عنده نصيبه ياخذ النصيب العالي، والزول الما مجتهد ياخذ قدر الاجتهاد بتاعه. في النهايه الغني ده الاسلام حثاه انه ينفق على الفقير. ده الاسلام كده. ده تورينا الدين الاسلامي؟ بالله شوف ده عليك الله. هو زمن النبي عليه الصلاه والسلام كان في اهل الصفه، صح ولا ما صح؟ اهل الصفه ده شنو؟ من فقراء المهاجرين. الناس اللي هاجروا من مكه الى المدينه وليس لهم ماوى ولا دار ولا مال. جلسوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ناحيه من المسجد في الصفه، بيصدق عليهم الصحابه اللي عندهم اموال بيصدقوا عليهم. فهمت؟ ما في اشتراكيه يا ولد، ما فاهمين حاجه ذاته يعني. طيب قال هدف الله من الانسان تعمير الارض، وين الهدف ده بالله لقيته انت؟ هل اداك له منو؟ ها؟ ده الرسول له زمان، نحن والبيئه من حولنا ولا شنو؟ الكتب دي والعالم من حولنا كتب ذاتها فارغه، فارغه ساي، دي حاجه الرسولكم لا؟ يا اخي ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربنا خلق الانسان عشان يعبده، وانتم ما قدرتوا تعبدوا. قال بعد ذاك انتم بتمارسوا الوصايه والجنه كانها حقتكم،
تقول يا اخو انت تخش الجنه يا زلمه احنا قسمنا الناس جنه ونار؟ نحن قلنا اللي بيعمل كده يخش الجنه واللي ما بيعمل كده يخش النار، وده كلام الله، ده كلام الله. وطيب يعني القران نخليه ولا شنو؟ تقسيم ما قسمها الله، الله الخلاقه قسمها. انت عندك راي معاه؟ ارفع اصبعك كده لا الله كده قول له يا الله قسمت علي انت، ارفع تقدر؟ شوف الله والله الخلقك يا عليك الله انت. السنه لو عملت لي حاجه حقت انا ولله المثل الاعلى، انا لو بنيت لي ولادات بتاع طين في الواطه دي ما ممكن ادي ده شلوطه عفصه واخلي ده وافوت، مش كده؟ ما سويتهم انا يا اخي. ربنا الخلق الكون قال لك انت لو عملت كده ها بدخلك الجنه، ولو عملت كده بدخلك النار. ده الله الخلق الكون ذات وخلقك انت ده، فهمت؟ والتقسيم ده القسم والله ما قسمنا نحن. وبعدين نحن ما بنقول لشخص بعينه فلان انت ذاك الولد الخش قبيل في الجنه، والبعد في النار، القباله في الجنه والبعد في النار، واللابس فانيله حمراء ذاك في النار. احنا ما قسمنا الناس كده، انت ما فاهم؟ هو انت انا ما قلت لك في النار، هسه انت ما مقتنع بالله ذاته، انا ما قلت لك في النار، فهمت؟ انا ما قلت لك في النار، ما تتكلم ساي. طيب بعد ذاك قال انتوا ذاتكم ما عندكم اليه بتعرفوا الحق شنو؟ قال في زول مشى هناك وجا راجع، بالله هو بعرفه كده؟ يعني الا امشي هناك وجا راجع؟ انا ما مشيت لكن جاني القران، انا ما مشيت لكن القران جاني وراني اللي بيمشي الجنه هو اللي بيعمل شنو، واللي بيمشي النار هو اللي بيعمل شنو. ما عندك حاجه ثانيه. عموما نحن ما دارين الزمن ياخذ لنا كثير، نعد الطلاب ان شاء الله على المنبر الجاي بموضوع جديد ومناقشة جديدة. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم.